بهذا الفيديو راح أشارك وياك طريقة تضاعف سرعة الحفظ. أهلا وسهلا، أنا اسمي مهدي، طبيب عراقي عايش بألمانيا، وبهاي القناة أشارك وياك أشياء وأفكار ساعدتني أوصل من قرية صغيرة بالعراق إلى واحد من أكبر مراكز جراحية بألمانيا. وإحنا هنا بتحدي العقل الخارق اللي تحديتك بيه، أنه إذا تابع حوالي 21 فيديو وطبق الأشياء اللي راح أشاركها وياك، راح تقدر تضاعف سرعة عقلك، تزيد من قابلتك على تذكر وقابليتك على تعلم أشياء جديدة. اليوم أريد أحكي وياك عن موضوع التفكير الترابطي. شنو التفكير الترابطي؟ طبعاً بالعشرين سنة الفاتت اكتشفنا إحنا أشياء عن عقلنا ما كنا نعرفها بكل السنين الفاتت بآخر 20 سنة. واحدة من الأشياء اللي افتكرنا اللي اكتشفناها إنه التفكير الإنساني هو تفكير ترابطي. يعني شنو؟ يعني أنت ما تقدر تفكر بشيء معين بدون ما تربطه بشيء ثاني. أوكي، هم بعدني ما دافتهم، خلي أساعدك. المعلومات اللي إحنا عندنا بالدماغ موجودة على شكل شبكة، مثل هاي الشبكات الـ BRC أكيد تعرفها، وعلى هاي الشبكة منتشرة معلومات معينة اللي إحنا نعرفها وحافظيها. هذه المعلومات مربوطة واحد بالآخر. من تجي معلومة جديدة وأنا أريد أتذكرها، إذا ما عندي أي شيء أربطها بي ما راح أقدر أتذكرها، فهاي المعلومة تروح بسرعة. بس إذا عندي فشي أنا أعرفه أصلاً أربطها بي، راح أقدر بعدين أرجعها بطريقة أسرع. والتفكير مالتنا ترابطي. ماكو داعي نبقى إحنا نحكي بالنظريات، تعرفوني يعني هنا كلش عملي وما أحب الحكي النظري، خلينا نطبقه ضرب الموضوع. لهذا الفيديو أو لهذه التجربة اللي راح نسويها راح تحتاج ورقة وقلم، بس بالبداية ما تستعملهن. بالبداية ورقة وقلم على صفحة، راح أشارك وياك 20 كلمة، وبس أبقى وياي، ركز وياي وانتبه، وبعدين راح تحاول أنت تتذكر الكلمات وتكتبهن من الكل 20 كلمات اللي أنا قلتهن. أوكي، خلينا نبدي. شمس، جواريب، أهرام، سيارة، نجمة، بيبسي، قوس قزح، عنكبوت، بغداد، النجاح، لاعب، شهر، ساحرة، ثورة، مال، مطرقة، طيور، ذهب، بريطانيا، مبدأ باريتو. ها، حفظتهم؟ يلا راح أعطيك 30 ثانية حتى تعيد ذني الكلمات اللي أنا قلتهم. راح أبقى أنا هنا واقف. ها، تذكرهم؟ ماكو مشكلة، اكتب أي شيء تذكره حتى إذا مو بالتسلسل. ها، أكيد تذكرتهم كلهم. خلينا نحاول مرة الأخ. شمس، جواريب، أهرام، سيارة، نجمة، بيبسي، قوس قزح، عنكبوت، بغداد، النجاح، لاعب، شهر، ساحرة، ثورة. بعد 16 شاكوت، مطرقة، مطرقة، طيور، ذهب، بريطانيا، ومبدأ باريتو. ها، شو واحدة من الكلمات رجعت؟ ماكو مشكلة، لا ضوج. هسا أنا راح أعلمك طريقة شلون تقدر تحفظ بيها هاي اللستة خلال دقائق قليلة. شلون تقدر تحفظ هاي اللستة من هاي الكلمات اللي ما مترابطة واحد بالآخر، وشلون تقدر ترجعهن
رجعهن من البداية للنهاية وبالعكس همينه إذا أنت تريد خلال دقائق، أوكي؟ باستخدام تقنية التفكير ترابطي. جاهز؟ بدون ما تكتب، بس ركز وياي، ما نكتب، هو هذا الهدف. أوكي، أول نقطة، أول شيء كان شمس، لأن أكو شمس وحدة، شمس وحدة. ثاني كلمة هي جواريب، جواريب متكونة من اثنين. ثالث كلمة هي أهرام، أكو ثلاث أهرام كبيرة. رابع كلمة هي سيارة، سيارة شعدها بيها أربع تايرات، بيها أربع جامات، أربع مقاعد. خامس كلمة كانت نجمة، أكو فنادق خمس نجوم والنجمة بيها خمس نهايات. سادس كلمة كانت بيبسي، تعرف على التشيز مال بيبسي بكم بطل؟ ست طالة، ستة. سادس كلمة بيبسي. سابع كلمة هي قوس قزح، ليش؟ لأن يعني قوس قزح بسبع ألوان، القوس قزح بسبع ألوان. ثامن كلمة كانت عنكبوت، والعنكبوت عنده ثمان رجلينات. كم رجل عند العنكبوت؟ ثمانية. تاسع كلمة كانت بغداد، ومنو اللي من عندنا ما يعرف يوم 9 نيسان يوم سقوط بغداد؟ تاسع كلمة هي بغداد. عاشر كلمة هي النجاح، تذكر من شنو تأخذ 10 من 10؟ النجاح هو عاشر كلمة. الكلمة اللي بعدها هي كلمة لاعب، لأن كرة القدم أكو 11 لاعب، 11 لاعب، لاعب. الكلمة اللي بعدها هي شهر، بالسنة أكو 12 شهر، 12 شهر، أوكي؟ الكلمة اللي بعدها هي ساحرة، 13 جمعة 13، ساحرات كانوا يقتلن بالجمعة 13، ساحرة. الكلمة اللي بعدها ثورة، 14 تموز، ثورة بالعراق كل الناس يعرفون بيها، ثورة 14 تموز، ثورة. 15 مال، ليش مال؟ شايف العلامة مال دولار؟ شنو العلامة مال دولار؟ العلامة مال دولار 1 بالانجليزي وفوقها 5، 15 مال دولار. 16 مطرقة، شلون شكل 16؟ مو شكلها مثل حائط ويمه تشاكوت احنا نقول مطرقة. 17 طيور، رقم 17 مو شكله مثل سرب ما طيور، شايف السرب ما طيور صاير هيجي او هيجي ومننا بصفهكو عادة سرب ثاني يمشي. 18 ذهب، ذهب حيار 18 قيراط، ذهب، ذهب. الكلمة اللي بعدها هي بريطانيا، 19، الكلمة رقم 19، لأن بريطانيا بالقرن 19 كانت هي الإمبراطورية العظمى بالعالم. الشيء اللي اليوم أمريكا هو كانت بريطانيا بالقرن 19. والكلمة اللي بعدها هي مبدأ باريتو، هذا فتشي يجنن، اللي هو مبدأ 20-80، اللي يقول إنه 20% من الجهد يجيب 80% من النتيجة. هاي التقنية اللي تتعلمها، تقنية التفكير الترابطي، هي من واحدة من أهم الأشياء اللي تستخدم هذا المبدأ، 20% جهد 80% نتيجة، مبدأ باريتو. هسا راح أعطيك 60 ثانية، دقيقة كاملة، وحاول تتذكر الكلمات اللي حكيناها بالتسلسل، ورقة وقلم، وحاول تكتبهم. بلش.
خلاص الوقت. ها، كم كلمة قدرت ترجع؟ شنو اللي تغير؟ دقائق قليلة احنا استخدمنا هنا. مو المهم انه انت تجيب كل الكلمات، بس المهم انه انت كنت احسن. مو اكتب لي بالتعليقات اذا انت كنت احسن لو ذكرت نفس العدد من الكلمات. انه احنا ما نقدر نحفظ هذه خدعة وكذبة قالوا لنا اياها بالمدرسة، لان هم ما يعرفون طريقة افضل يساعدونا بها، وهذه هي واحدة من الطرق الافضل اللي تساعدنا نخزن معلومات ونسترجعها بطريقة افضل. اذا تتمنى او اذا تحب اطلع باللستة بعد، احنا وصلنا لحد رقم 20، هذه القائمة اسمها قائمة الشمس، راح نستخدمها بعدين غير استخدامات. اتمنى انه تعيدها اكثر من مرة، جزء تعيد الفيديو اكثر من مرة، وتحاول تربط هذه الأشياء بهذه الأرقام، لأن هذه القائمة قائمة كلش مفيدة راح نستخدمها بعدين استخدامات ثانية. وإذا أنت أو أنتي من الناس اللي يريدون يروحون بعد خطوة، اطلع بعد وكمل القائمة وسوي 21 وروح لحد 40 واربط كل رقم بشي معين باسم معين، فالشي طبعا أنت بدماغك موجود. أوكي، هذه هي تقنية التفكير الترابطي اللي ممكن مو ضعف راح نستخدمها دقائق كلش قليلة حتى نحفظ لنا الكلمات. تخيل لو أنت مستخدم طريقة الإعادة حتى تحفظ هاي الكلمات، شكد كان طولت. أتمنى أن تكونوا استفاديتوا من هذا الفيديو، يا ريت تكتبوا لي تعليقاتكم وتشاركون معي أفكاركم، ويا ريت إذا استفاديتوا من هذا الفيديو أنه تشاركوا يا أحد ثاني يستفاد من عنده. نلتقي بالفيديو الجاي، مع السلامة.